الحمد لله لا يوجد إصابات على السكان، لا يوجد إصابات ضمن الموقع، لم يتأثر أحد، البيوت أيضا تم حمايتها بشكل جيد. الحصار الدولي على سوريا هو أكبر الصعوبات التي نواجهها، لأننا بحاجة إلى مصادر الطاقة، بحاجة إلى المحروقات، بحاجة إلى الآليات الثقيلة والصهاريج وطائرات مكافحة الحرائق، ولدينا العديد من عمال الإطفاء بحاجة إلى ألبسة متخصصة مقاومة للحرائق. هذا عمليا هذا موضوع مهم جدا، قطع التبديل اللازمة للآليات من بلدوزرات وسيارات وصهاريج و كل ذلك، وضمن عمليات يعني الحصار الدولي، معناتها نحن امام مشكله كبيره. لذلك نحن من المفروض انه نطالب بالحصار الدولي انه ينشال عن سوريا في اقرب واسرع وقت ممكن.